تقريبا في نقاش عن ما هي الخطط التشغيلية وكيفية إعداد الخطة التشغيلية. يصحبني اليوم أختنا دكتورة فايزة، معروفة بالنسبة لكم، هي المسؤولة عن ملف التميز الإداري، وأختنا أستاذ الهنوف اللي هي بتساعدنا في هذه العملية الإدارية، وأنا أخوكم دكتور عبد الفتاح عبد المنعم. هضطر شوية أدي تعريف لأنه هتكلم معكم كثير أثناء البرزنتيشن. أنا استشاري في طب المجتمع من 2004، يعني راجل كبير الحمد لله، 18 سنة في التخصص، وواحدة من مجالات تخصصنا في طب المجتمع يعني للذين هم بعيدين منه هو ما يسمى التخطيط الصحي، اللي هو جزء كبير جدا من عملية التخطيط. نحن إن شاء الله الغرض بتاعنا خلال هذه الساعة هو غرض تفاعلي، فبنتناقش وبنحاول بقدر الإمكان رغم محدودية الأونلاين، لكن نحاول بقدر الإمكان نتناقش مع بعض، نتعرف على مع بعض أكثر، على أساس أنه نحقق الغرض الرئيسي من هذه الجلسة. الغرض الرئيسي في هذه الجلسة هو كيفية كتابة الخطة التشغيلية وإعدادها في مكافحة العدوى في مناطقكم ومحافظاتكم وفي مستشفياتكم إن شاء الله. نحن كان أرسل من الإدارة استبيان للخطة التشغيلية، لو سمحتوا لنا أنا وأختي الهنوف ودكتورة فايزة هنستعرض نتيجة الاستبيان بتاعكم بتاع خطوات الخطة التشغيلية. في بعض الشرائح هتقوم كلها دكتورة فايزة تشرح فيها، لكن في بعض أنا عندي زي 5 شرائح كده هتوقف عندها، فإن شاء الله يعني تبدأ خطنا دكتورة فايزة يعني أول هنوف واحدة فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم زملائي سفراء التميز في المناطق والمحافظات. بداية أحب أشكركم جميعا يعني على تفاعلكم والردود بما يخص الاستبيان، وكنت سعيدة بصراحة يعني خلال هذا الأسبوع في كذا شخص من كذا منطقة كانوا متعاونين، وكانوا يعني طول الأسبوع كان عندهم تساؤلات بخصوص الملفات. أما بما يخص الاستبيان، إحنا وصلنا 13 رد فقط، كنت أتمنى أنا وزملائي بوصول يعني 20 رد المتوقع من كل المناطق، لكن إن شاء الله خلال الفترات القادمة دكتور عبد الفتاح إن شاء الله راح يناقشكم جميع الأسئلة اللي وردت في الاستبيان وبما يخصها، يعني يعطيكم العافية جميعا. في أول شريحة موجودة عندنا هنا يقول هل هناك خطة تشغيلية لإدارة تحت الإعداد؟ نحن الآن في العام 2022، عام جديد على الإدارات، وإن شاء الله عام سعيد علينا كلنا، فلازم في 2022 تكون عندنا خطة. في 8% ما عندهم خطة تشغيلية، يعني 8% من ال 13 إجابة يعتبر يعني عدد مغدر واحدة أو اثنين أو ثلاثة أو whatever، حتى لو في مديرية واحدة أو منطقة واحدة أو محافظة واحدة ليس لديها خطة تشغيلية للعام 2022. سؤالي، هل يرجى من هذه الإدارة تحقيق أهدافها في 2022 إذا ما عندها خطة تشغيلية للأهداف؟ هل نتوقع إنه أهدافها ستحققها كاملة 100% في نهاية 2022؟ يعني لو الله أمد العيال جينا في يوم 31/12/2022، 8% ديل هل نتوقع إنه يكونوا حققوا أهدافهم؟ أنا داير إجابة يس أو نو. أي أحد ممكن يشارك؟ أي أحد ممكن يشارك؟ أكيد لا. ما في نعم؟ لا، كلكم قلتوا لا. ولا في واحد بيخالفنا الرأي وعنده وجهة نظر إنه عدم إعداد الخطة التشغيلية لا يعيق في تحقيق أهداف الإدارة؟ ما يصلح، لأنه من أهداف تحقيق الأهداف الإدارة لازم تكون فيه خطة تشغيلية. طيب 8% ديل قالوا ما في ديل، الموقف بتاعهم شنو الآن؟ أكيد في جزء منهم قاعد معانا
هنا من ال 13 ديل اكيد في جماعه موجودين الناس 8% درس مع رايهم الناس الاحمر اللي ما عندهم خطه تشغيليه رؤيتهم شنو؟ واحد يمثلوا الناس 8% ناس لا توجد خطه تشغيليه طيب السلام عليكم يا دكتور ايوه تفضل كيف حالك دكتور ايش اخبارك والله يجزاكم خير الله يخليك انت نعم ولا لا اول حاجه احنا نعم بقوه ان شاء الله طيب انا طيب رايك شنو في الناس اللي خطوا احمر قالوا ما عندنا خطه تشغيليه والله احنا انا ما سامع الصوت هلو. الصوت مو واضح ايوه الصوت ما واضح طيب كنا دارين نسمع الناس الاحمر عشان يورونا عدم وجود الخطه هل هو مشكله بالنسبه لهم ولا غير مشكله في العام 2022 انا ما اقدر اقدر اردي تفضل يا دكتوره فايزه اعتقد انهم مؤمنين بوجود ممتاز خلاص دكتورة فايزة ريحتكم الناس مؤمنة بالخطة لكن قد تكون ما هي الأداء المستخدمة أو ذات الواقعية بعد الشريحة اللي بعدها كلهم 100% اللي بعدها برضو هل تعتقد أن هناك ضرورة ملحة لإيجاد خطة تشغيلية كل الناس قالوا توجد ضرورة ملحة هل هناك ارتباط بين الاستقرار القيادي وبين وجود خطة لديكم؟ 8% برضو تقريبا هل في حد عنده أي رؤية هنا؟ وأي كلام داري شاركنا في الشريحة دي؟ هل في ارتباط بين الخطة والاستقرار عموما؟ المشاركة أكيد بيكون في في ارتباط لأن لما يكون في أهداف موجودة أنا بعرف أنا حقق أهدافي أو لا فبكون بمشي على بينة ممتاز ثلاث لغات ما موجودة الأهداف هذه ممتاز ثاني نعم يا دكتور الخطة مثل الطريق للإدارة يا سلام كلام جميل والله الله يحفظك كلام جميل واضح جدا أنه الاستقرار الخطة بيساعد في الاستقرار الإداري كلام كبير جدا هل هناك أهداف واضحة تريدون تحقيقها في إدارتكم في 15% قالوا لا توجد أهداف واضحة 15% اللي ما توجد أهداف واضحة كيف يعني ما في أهداف واضحة شخصين يا حبذا لو كانوا موجودين عشان يوروني الشخصين دي الرؤية شنو في عدم وجود الأهداف 11 قالوا الأهداف واضحة في شخصين قالوا غير واضحة الشخصين دي لواحد ممكن يمثل أخوة تاني ويورينا الأهداف غير واضحة كيف مثلا الخطة والله موضوع أهداف لكن ما قادرين نفهمها أو والله ما تعرفونها أيوة تفضل طيب الاثنين ما في واحد داري شاركنا قال أهداف غير واضحة طيب الناس الحداشر كويسة أكيد حنلقى واحد من الحداشر الأهداف الواضحة يعني شنو يعني كيف انتوا اهدافكم واضحه كده واحد يورينا كيف الاهداف واضحه عندكم السلام عليكم مرحبا هدف واضح معناه في ديدلاين له عارف انا كيف اقيسه في خطه واضحه اني اوصل للهدف هذا في تيم قاعد يراقب معايا هل انا انحرفت عن مسار الهدف هذا ولا لا وبعد كده في مؤشرات تقيس لي اذا انا وصلت للهدف او تجاوزته ممتاز انت سفيره تميز اداري ممتازه والله ده كلام رائع نمشي للبعده هل تعتقد بوجود كفاءات قادره على وضع خطه
قال الجماعة كلهم في كفاءات قادرة، إذا معناها نحن مطمئنين جدا إنه الخطط ستوضع في المناطق لأنه في كفاءات حسب الاستبيان الـ13 نائب في كفاءات موجودة. ده كلام رائع. دي هل الخطة مطبوعة ومنشورة بالإدارة؟ 54% قالوا يس، 47 قالوا لا. طيب يا جماعة الخطة اتكتبت وأي شيء، لماذا لم تطبع لم تنشر بالإدارة؟ يعني ده يعني ده أفهم الحاصل شنو يعني. مثلا هل ممكن واحد يورينا والله طبعوها ولا والورق ضاع؟ لا والله طبعوها ما علقوها في ك ك ك ك كحاجة مهمة. لا والله طبعوها ووزعوها لجماعة معينين بس قالوا البقية ما تخصهم. لا والله ولا طبعوها ذاته ولا نشروها، كتبوها ونسوها ولا كيف يعني؟ لأنه الوضع ده غريب يعني، قريب النص نص الخطط اللي عملناها وعددناها في المناطق ما في ذول اطلع عليها. هنا ورونا يلا جماعة اشرحوا لنا. أتوقع يا دكتور كانت الإجابة في السؤال هذا عشوائية. بمعنى يعني اللي حطه لا يعني ما ركز على السؤال. ما ركز على السؤال. طيب لكن أنت على حسب مكانتك أنت، هل خطتكم مطبوعة ومشهورة ولا لا أنتم؟ الحمد لله الخطة مطبوعة وتراجع ربع سنوية الأهداف اللي حققت اللي أنجز منها واللي ما أنجز وماشيين على الكلام هذا. تمام والله. في واحد الله عكس الموضوع ده؟ في واحد عنده خلاف ما ذكر أخونا أسي إنه والله لا عندنا خطة ولا مطبوعة ولا منشورة؟ يا جماعة ده نغاز بتاع زملاء ما ماشيين نطلعه نحن في تغريرة حينتهي هنا. هل في أي إدارة شاعر بأنه والله لا عندنا خطة ولا مطبوعة ولا منشورة؟ الدعوة ضايعة يعني؟ في واحد عنده كده في وضعه؟ تفضل. طيب كويس يا جماعة. أهم شيء في الزمن ده بيجي إنك لازم you have to يعني تعمل الدوكيومنتيشن وكده. بعدها هل تتوقع أن الخطة ستتغير لو تم تغيير في قيادات المنظمة؟ الإجابة دي هنا كبيرة جدا. الإجابة دي جريئة وشجاعة، بتقول إنه والله قريبة 62% إنه الخطة ما حتتغير لو تم تغيير في غيره. لكن في إجابة 38% بتقول نعم يعني بيحصل تغيير لو غيرنا قيادات، يعني قيادات المنظمة لهم تأثير كبير جدا على الخطط. كلام ده صحيح؟ السلام عليكم. تفضل. أي دكتور، أنا أتوقع في النقطة هذه يعني إذا كانت الخطة واضحة تسير حسب الأهداف والخطة الموضوعة من الإدارة العامة، فمهما تغير الأشخاص أو مهما بدلوا فحتكون الإدارة أو الجسم ماشي على نفس الموال، فهذا توقعي في الموضوع ده. أها. طيب مشاركة تانية. أنا أرى إنه لو الخطة اتعملت من الفريق نفسه اللي حيشرف على تطبيقها ما حتتغير بتغير القيادات، حتى لو راح القائد الفريق اللي صنع الخطة بنفسه ومؤمن بالخطة بنفسه هو موجود هو ثابت فحتكون الخطة ثابتة. لكن إذا كان القائد هو بنفسه سوى الخطة وعملها وحطها عنده فبمجرد ما حيمشي الفريق أصلاً ما هو مهتم بالخطة هذه ولا مهتم بتحقيقها. يا أخي ده كلام رائع جداً. طيب ده كلام ممتاز، نحن حنيجي نناقش النقاط دي ودي نقاط أساسية والله في التخطيط. لكن سؤالي إذا الفريق وضع الخطة وجاء القائد الجديد، القائد الجديد قال ما لي شغل بالخطة دي، عندي أفكار جديدة ودارين نعمل خطط جديدة، الفريق هنا موقفه كيف؟ احنا ممكن نشرح له الخطة حقتنا ونحاول نوائم بين أفكاره وبين الخطة الموجودة، ممكن الخطة تعجبه وممكن لا ما يقتنع فيها، بس أتليست يكون في خطة ماشيين عليها القائد الجديد. يعني معناها الخطة مهمة جدا مناقشتها مع القائد وإيمانه بها يعني. نعم، والفريق تمام مكسب قائد الفريق. تمام ممتاز، ده كلام رائع والله. اللي بعدها، هل لدى إدارتكم خبرة سابقة في التخطيط؟ قالوا 15% ما عندنا خبرة سابقة. ما هي الخبرة في التخطيط؟ شنو الخبرة في التخطيط يعني؟ شنو الناس اللي قالوا ما عندنا خبرة قصدين شنو بأنه ما عندهم خبرة؟
مشاركات يا جماعة، مشاركات. المحاضرة دي والوضع ده كله بيحتاج مشاركات جريئة، لأنه بعد شوية حنقوم نحن نرفع المشاركات. الآن بنتكلم عن استبيان عام عشان الزمن، يعني عشان الواحد يكون عنده خبرة في الموضوع لازم يكون عنده experience مثلا سابق، أو يكون مثلا حضر دورات مثلا في الكواليتي في التخطيط. بس لما يكون واحد يور فني ما عنده أي خلفية عن الأمور هذه، فكيف راح يكون خطط؟ تمام. نحن حبينا نشارككم نتائج استبيانكم عشان يعني نكون في مدخل ونوريكم إنه نحن هنا في الإدارة حللناها وقعدنا فيها موقف كثير وكذا وتناقشناها وكذا. أنا طوالي حأبدأ في محاضرة الخطة التشغيلية، هنرجع تاني نتناقش معكم. فقبل ما أبدأ أتحدث عن الخطة التشغيلية والمحاضرة، أنا بسأل سؤال ده بينك وبين نفسك، جاوبه براك أنت، ما مطلوب تجاوبه. يعني أنت عندك خطة، أنت في روحك في نفسك عندك خطة في حياتك، ده عندك خطة، أنت عندك أهداف ل2022 كاتبة في ورقة ولا حافظة في راسك؟ أنت خلي الإدارة ما تضحك، والله لو ما عندك خطة ما حتقدر تقدم خطة للإدارة، صدقني والله. يعني البداية الأساسية إنك عشان تضع خطط وتتعلم إعداد الخطة، أول حاجة تبدأ بنفسك تضع لها خطة. يا جماعة الغريبة إنه أي زول عنده خطة، يعني أي بني آدم بس موجود عنده خطة في راسه، عنده هدف في راسه، أفصح به أو لم يفصح به، وهدف خاص ولا هدف عام. لكن الإشكال الموجود إنه الهدف ده دائما بيكون ضبابي، إنه ما مكتوب بحكمة، إنه ما معروف نصل نحيتين وكيف وين وكذا، ما بنجاوب. لكن عندنا أمال وعندنا أفكار وهي حاجة. هسه أي واحد فيكم هذا لو قلت له في نهاية السنة 31/12 نحن والله دارين نديك رحلة سياحية في أكثر مكان بتحبه في العالم لمدة شهر، حيقول لي يعني والله هدف جميل أخذته في 31/12 في نهاية السنة، لكن حيقبه كيف؟ كتين منو؟ وين؟ يا تو الذي هو ما حيشتغل بها، حيقول لي خلاص أي 31/12 كويس، لكن لو في خطة حقيقية للموضوع ده هو حيمشي 31/12. لو ما في خطة يمكن تجي 31/12 وننسى الموضوع كله. خلونا نبدأ طوالي في تعريف الخطة الاستراتيجية. الشرائح كلكم شايفينها يا جماعة؟ طيب جماعة فيش؟ طيب والشات لو في أي زول عنده هذه يكتب في الشات نرجع لها. جميل؟ طيب أنا حتكلم عن الخطة التشغيلية. طيب زي ما كلكم عارفين الخطة التشغيلية هي عبارة عن أهداف تشغيلية مترجمة لأنشطة. الخطة التشغيلية هي أهداف وأنشطة، كلكم عارفين الكلام، لكن عشان أنا أحكم إنه دي خطة تشغيلية داير لي حاجتين من البداية عشان أقول دي خطة تشغيلية ولا لا. أول حاجة، هل الخطة دي قائمة من نفسها لوحدها كويس، ما عندها أساس، ما عندها أبو، ما عندها أم، ولا عندها أبو أم؟ أي خطة إذا ما نابعة من استراتيجية، أي خطة إذا ما نابعة من استراتيجية بتعتبر هذه الخطة عليها كثير من الأسئلة والكويشنز، تعتبر خطة سنوية، خطة قصيرة، ما تأخذ شكل الخطة التشغيلية. الخطة التشغيلية من الاسم يا جماعة هي تشغيل أو تكتيك للخطة الاستراتيجية، جزء من الخطة الاستراتيجية. أرجو أنكم تقفلوا المايك وتكتبوا في الشات يا جماعة. طيب إذن معناها أول فهم للخطة التشغيلية إنها مأخوذة من خطة استراتيجية. أنشطة وأهداف قصيرة المدى. قصيرة المدى معناها تشغيلية، معناها تكتيكية، معناها سنة كويس، تؤثر على نجاح أهداف طويلة المدى، معناها استراتيجية. يا جماعة نحن لما نضع خطة استراتيجية بنضع أقل شيء لمدة 3 سنة 5 سنة، لما نضع خطة تشغيلية نتيجة من سنة وأقل، ممكن سنة، ممكن 6 شهور، ممكن تكون في خطة تشغيلية يا جماعة لمدة أسبوع كويس، هي لأنه دائرة مدة قصيرة، لكن هذه الخطة التشغيلية تعتبر جزء من الخطة الاستراتيجية. يعني فور اكزامبل
لو جيت أنا أعمل خطة تشغيلية وخطة استراتيجية، لو الاستراتيجية بتاعتي 25 سنة، في استراتيجيات 25 سنة، وقلت أنا والله في 25 سنة داير أحقق 500 مليون ريال في 25 سنة، مفروض لو قلت والله أنا في أسبوع هحقق 100 مليون ريال، الكلام ده not logic. Not logic. هنا النقطة الثانية، الخطة التشغيلية هي بتأخذ من الخطة الاستراتيجية لكن بنسبة وتناسب، كويس، بدون يعني بدون إفراط أو تفريط. طيب نحن وكنت بنتكلم عن التشغيلية والاستراتيجية، أنا قلت فروقات كبيرة جدا، قلت الاستراتيجية هي أكبر من التشغيلية، قلنا الاستراتيجية عندها أهداف طويلة المدى، قلنا الاستراتيجية بتكون أكثر من 3 إلى 5 سنوات والتشغيلية بتكون سنة. في فروق تانية؟ في فرق بين الاستراتيجية والتشغيلية؟ المنفذين لها، المنفذين مالون بنفذ الاستراتيجية ما ينفع للتخطيط التشغيلية يعني ولا كيف؟ لا يعني في خطط استراتيجية تكون يعني مثلا للمنشأة، وخطط تشغيلية تكون للوحدات أو الفروع اللي فيها. تمام، يعني تختلف على مستوى التنفيذ. طيب جميل، تاني برضو، تاني فريق، تاني فريق، ها يا جماعة دون فروق، فروق فروقات. أديك فريق كبير جدا بين الخطة الاستراتيجية والخطة التشغيلية، الخطة التشغيلية خطة تفصيلية في السنة مفصلة باليوم والزمن والساعة، الخطة الاستراتيجية خطة مرنة بتفكر عن الغاية النهائية، الهدف الطويل، الآخر حاجة نحصل لها. عشان كده دائما الخطط الاستراتيجية لازم تكون فضفاضة، يعني فيها مجال لأنك تقدر تفصل بالداخل. هنشوف الفروقات بين الاستراتيجية ولا استراتيجية طويلة 3-5 سنوات، الخطة بتكون طويلة المدى، البضع الخطة الناس الأعلى، يعني الاستراتيجية ممكن تجي من الوزارة، تجي من المديرية، لكن ما ممكن تكون الاستراتيجية من قسم مكافحة العدو بالمستشفى، يعني ما نتوقع منها استراتيجية، توقع منها خطة تشغيلية. أهم شيء الموازنة يا جماعة، الموازنة الاستراتيجية بتكون موازنات تاع الدول، يعني مخطوط لها أموال ومخطوط لها ترتيب، أما موازنة الخطة التشغيلية ممكن تكون من الأقسام على حسب قدرة المؤسسة، يعني على حسب الميزانية الموضوعة. الريبورت، أي خطة يا جماعة لازم يكون فيها دوكيومنتيشن ويكون فيها ريبورتينج، والريبورت الخطط الاستراتيجية لازم يكون سنوي أو ربع سنوي، أما التشغيلية لأنها كلها سنة فبتكون الريبورت ممكن شهري، ممكن كله أسبوعين، لكن الخطة الاستراتيجية لأنها طويلة فالريبورت يكون ربع سنوي وكذا. في دائما خلط، الناس لما تكون عندهم خطة استراتيجية يقول لك جيب لي ورينا عملت شنو، يكون تم واحد شهر يقول لك ورينا عملت شنو في الاستراتيجية 3 سنة، لكن ممكن تقول لي ورينا عملت شنو في 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 الخطة التشغيلية. ريبورتينج مهم جدا لأداء الخطة وتنفيذها. عدو التعريفات خلاص بقت واضحة، بقت واضحة إن يا جماعة الخطة التشغيلية هي خطة تفصيلية للخطط الاستراتيجية، الخطة التشغيلية خطة فيها زمن ونشاط ونتائج ومحددة أكثر تحديدا من الخطة الاستراتيجية. أهم شيء في الخطة التشغيلية إنها بتأخذ جزء من الخطة الاستراتيجية حتى في الأموال، إذا كان الخطة الاستراتيجية لخمس سنة 500 مليون، إذن الخطة التشغيلية للسنة المفروض تكون في حدود 100 مليون. في أهداف كثيرة للتخطيط التشغيلي، لما جينا في الاستبيان ذكرنا أهم هذه الأهداف، لكن على سرعة إنه الأهداف التشغيلية بتحقق لك خطتك الاستراتيجية، بتوريك الغايات اللي أنت ممكن تصل لها بالتدريج. الأهداف من التخطيط التشغيلي أهم شيء بتوفر لك على الموارد، باعتبار إنك هتحدد بالضبط كم مورد، وهتحاول تحاول توفر وتستفيد من مواردك الداخلية، إذا بشر، إذا أموال، إذا أي فاسيليتيز. برضو الخطة التشغيلية بتعمل الاستقرار زي ما ذكرنا هسه قبل شوية، الغايد بيكون مستقر، الموظفين مستقرين، المؤسسة مستقرة، لأنهم كلهم بيتكلموا بلهجة واحدة بلغة واحدة ودارين يصلوا أهداف واحدة. وأهم شيء في الخطة التشغيلية بتبعد الخلافات الإدارية،
لما يكون المدير عنده خطة تشغيلية لوحده والفريق شغال لخطة تشغيلية والموظف لخطة تشغيلية، هنا بيحدث كثير من البطء في الإنجاز، بيحصل كثير من الخلافات، وبعد ذلك بتدخل البيرسونال كونفليكت. يعني أنا إذا مدير عندي هدف وشافك أنت ما بتحقق في هدفي، أنت معناه زول ما كويس. لا، فقط نحن ما جلسنا على خطة تشغيلية واحدة، ما جلسنا على إنه السنة دي برنامجية يكون شكله كيف. يعني الخطة التشغيلية ذاتها بتحميك أثناء ما أنت شغال وعندك أهداف، لو جاء أي شغل خارجي بيكون ما في له وقت كويس، والشغل الخارجي حيخضع للتقييم، ما حينفرض عليك فرضا. يعني لأنه نحن ملاحظين في كثير من الشغل إن الواحد بيكون شغال شغل تاني ودي شغل تاني. يا حبيبي، الخطة التشغيلية هي وثيقة الموظف والمدير على إنجاز المهام بالطريقة اللي كتبتها الخطة التشغيلية، وليس أي شيء آخر. فعليه هنا بتدي حماية للموظف، حماية للمدير، إنهم كلهم شغالين في إطار محدد. ودائما الناس تلقاهم بروفيشنال يقول لك أين هذا النشاط من الخطة. يعني لو جاك ناداك واحد قال لك والله يا أخي دارين نعمل ويركشوب، حلوة الويركشوب جميلة والله حاجة حلوة، وعايزين نعمل أوبن بوفيه في فندق فايف ستار، يا حالات يا حالات، حاجة حلوة جدا. لكن بنجي نشوف هل هو في الخطة موجود، وليه نحن في الخطة مصطلحنا الويركشوب ده، وهل الويركشوب ده حيكلفنا قروش زيادة، وهل حياخد مننا تايم، هل الوركشوب ده بيدينا فائدة لتحقيق الهدف ولا حيأخر الهدف بتاعنا. السؤال لما تكون عندك خطة بتكون عندك المقدرة على التحكم في زمنك وفي الأنشطة الإضافية اللي داخل عليك. عشان كده من البداية انت من وضع الخطة التشغيلية للمؤسسة كموظف أو كمدير، أنا بتكلم على الكل، إنه من البداية أنا عارف لحد سنة 2022 exactly ماذا أعمل. تجد كثير من الإدارات ما في خطة تشغيلية، فانت بذكاء شديد ممكن تعمل خطتك التشغيليه الخاصه بك كانه المؤسسه عامله خطه تشغيليه وتشرحها للمدير ببساطه. يا انا في سنه 2022 حساعدكم في واحد واثنين وثلاثه واربعه، حساعدكم في السيرفيلنس وساعدكم في الاوتبريك. انا خطتي التشغيليه انه السيرفيلنس ده يتقدم والاوتبريك يتقدم، اوكي؟ فهي وثيقه مهمه جدا. فانا بنصحك اذا مشيت اي مؤسسه وجابوك موظف جديد، قبل ما كمبيوترك وقبل ما أي شيء وقبل ما تجي عليهم، خلوهم يزودوك بالخطة التشغيلية بتاعتك. فإذا وجدت الناس دي الخطة التشغيلية واضحة ومجمع عليها، أنت هتعرف شغلك قبل ما تمشي للانترفيو ذاته. وإذا وجدت أنه ما عندهم خطة تشغيلية، ابشر بالعذاب والهلاك، وابشر بعدم تحديد الرؤية. جميل؟ كلامي ده خدته زي ما يقولوا حلقة في ودنك. ها، أي ناس ليست لديهم أي خطة، هؤلاء غير جديرين بالعمل معهم، فول ستوب. أعيدة ثاني، أي ناس، أي جماعة لقيتهم شغالين إن شاء الله شكلهم أجمل الناس، أحلى الناس، بدلوا كرفتات وما تعرف وجاء ومكاتب حلوة، ما عندهم خطة، أنفض إيدك منهم وأهرب بجلدك. أي ناس وجدت إنه عندهم استراتيجية، عندهم خطة تشغيلية، عندهم هدف، دول الناس اللي هم بيقدموك لقدام. بعد المبادئ، الخطة دايم أعيد وأعيد وأعيد، الخطة مربوطة باستراتيجية، ما في خطة أي كلام ساكت كده. الخطة مبنية على وضعك الفعلي، خطة تكون يعني واضحة جدا وفيها استقرار وفيها إنك متأكد حتنفذها، وسهلة وواضحة، وإنها مكتوبة ومشروحة ومتواصل على ولغة الإدارة. لغة الإدارة كل ما تتكلم مع أحد يقول لك نرجع للخطة، الخطة نتفق نختلف على الخطة. همر على العناصر دي بسرعة. في 12 عنصر عشان أنا أعرف إنه في خطة. أول حاجة تكون في استراتيجية جات منا الخطة. اثنين، أعرف المؤسسة ولا الشركة ولا الإدارة ولا الفريق ده عندهم أهداف محددة ولا لا. يعني أنا حصغط علينا نحن في الجي دي آي بي سي في الإدارة العامة، نحن عندنا استراتيجية وعندنا أهداف محددة دارين نحاول نحققها، وعندنا فروع عمل موجودة، وعندنا مؤشرات قياس، عندنا داشبورد، عندنا كي بي آيز، وعندنا وضع مالي بنحاول نجيب منه التنفيذ الأنشطة بتاعتنا حسب نظام وزارة الصحة، وعندنا خطة توظيف وأشخاص اللي بجينا بنعمل له انترفيو بنعمل له اورينتيشن، وعندنا عندنا مخاطر. نعم، إنه والله لو خطينا خطط كبيرة قد لا يستجيب معنا القيادات، فبنحاول نفكر كيف إنه نخلي القيادات معنا في خططنا الكبيرة. عندنا تكاليف لكل حاجة بنعملها، عندنا أنشطة وخطوات وإجراءات مطلوب تقديمها،
عندنا مدخلات اللي هم الأشخاص اللي هم المكاتب اللي هم أي تولز، عندنا برامج وجداول زمنية للتنفيذ، عندنا والله مشاريع مرفوعة لازم نخلصها في العام 2022، عندنا آلية للرصد وتتبع جمع المعلومات اللي هو عندنا متابعة وتقييم، عندنا إدارة كاملة سي مونيتورنج اند ايفالويشن بتتابع الأشياء وتتابع المعلومات، عندنا معايير لضبط وضمان جودة النتائج والمخرجات، عندنا كل شيء بنعمل له ريفرنس بنجيبه من السي دي سي، بنجيبه من الدبليو اتش او، بنجيبه من الابيك، كل شيء بنحاول نديه الناحية العلمية. هذه العناصر كلها مع بعض لو ملاحظ ما الورقة بس بتاعت الخطة التشغيلية، فهمتني؟ يعني انا ممكن امشي لإدارة واجد عندها خطة تشغيلية لكن لا عندهم فريق ولا عندهم اهداف ولا عندهم ميشارز ولا عندهم شيء، دي اسمها الخطة التشغيلية الميتة. في خطة تشغيلية يكونوا قاعد فريق كتبوا وخطوها وموجودة ومطبوعة في كل مكان، لكن تسأل وين الفريق اللي وضعها، وين الناس اللي شغالين عليها، وين المتابعين، وين مؤشراتها، وين الشغل بتاعها، تلقى ما في شيء. للأسف الشديد، للأسف الشديد الخطة التشغيلية عند الناس العاديين العاديين بتنتهي بكتابتها. عشان كده بكون طبيعي جدا ما طبعوها وما نشروها، ممكن يكونوا نسوها. عشان كده أهم شيء في الخطة التشغيلية إنها هي شيء متكامل، تيم، إدارة، بيئة عمل، فريق متفاهم، أهداف محددة، مدخلات، مخرجات. فعشان تعرف أهمية الخطة التشغيلية، هي لا تستطيع أن تعيش مع جماعة لا يؤمنون بتنفيذ الخطط والخطة. فهمت علي؟ يعني التحدي ليس في كتابة الخطة التشغيلية نفسها، التحدي في كيفية وجود من يؤمن بالتخطيط في المقام الأول ويؤمن بأنه ينفذ هذا التخطيط ويتابع. العملية الإدارية تبدأ بثلاثة أشياء معينة. عملية إدارية تبدأ بالتخطيط. ما في أي عملية إدارية ولا فنية ولا أي عملية في الدنيا بتنجح ما لم تخطط. حتى على المستوى الشخصي، إذا عايز تعمل لك ماستر ديجري، دار تعمل دكتوراه، ما لم تخطط ما حتعملها أول شيء. اثنين، بعد التخطيط بيجي التنفيذ. أي شيء عنده تنفيذاته المحددة اللي هو خططنا دي تشغيلية كيف تتعمل ننفسها. بعد ذلك تجي المتابعة والتقييم، هل نحن فعلا حققنا درجة الدكتوراه، حققنا درجة الماجستير ولا ما حققنا. عليه أهم بل في الدائرة الإدارية هو التخطيط. صدقني إذا ما عندك فكرة في راسك ما حتصل أي مكان. يعني إذا ما فكرت تمشي روما ما حتمشي روما، يعني ما في حد حيشيلك كده خطك في طائرة يوديك روما، يعني ما لم تكن تفكر تمشي روما. فدي العناصر الرئيسية للخطة التشغيلية. وفي أي عملية فيها مدخل وعملية ومخرج. مدخلات دي معناها الأساسية للعملية نفسها، العملية هي الخطة التشغيلية نفسها، المخرجات هي النتائج اللي احنا بنجدها من الخطة التشغيلية. ده الجزء الأول يا جماعة، لو في زول عنده شهادة ولا أسئلة. في احد عنده اسئله؟ اولا بس اذكركم اللي ما حضر في الشات من منطقه بس يحضر المسافر الاداري التمييز الاداري، ترى ما حضروا في الشات اللي ما حضروا. واذا في احد عنده اي اسئله الان قبل ما نبدا في الجزء الثاني. البانيل مفتوح لكم للمشاركه وابداء الراي ولا والاسئله في الجزء ده. حتى لو في الشات في أسئلة في أي ما في شيء. سفراء التميز يعطيك العافية، ما شاء الله الكلام جدا جميل، الله يعطيك العافية. جميل جد 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 جميل ولا مش ولا مجاملة يعني؟ عشان لو ما جميل نحسنه. لا لا صدقا ما شاء الله تبارك الله، ممكن نستفيد دكتور. الله يسعدك، الله يحفظك أنت، الله يخليك يا. طيب اسلوب واضح ما شاء الله، الله يخليك، تفضل. طيب نحن الان عرفنا انه التخطيط مهم جدا، عرفنا انه الخطه دي الميثاق اللي يشتغل عليه الناس كله، وعرفنا انها هي مقسمه لازمان وانشطه واهداف ومربوطه باستراتيجيه. نحن الان نجي كده عمليا شويه، دايرين نعيد خطه تشغيليه، كيفية نعد الخطة التشغيلية. أنا عندي 8 نقاط هنا همر لك عليها كبداية كيف نعد الخطة التشغيلية، وحنبدأ تمرين صغير مع بعض لإعداد الخطة التشغيلية في الجزء الثاني. أول حاجة لازم تكون عندنا خطة استراتيجية عشان على ضوءها نبني خطة التشغيلية. دي نقطة مهمة جدا.
إذا ما في خطة استراتيجية، لأنه في كثير من الناس ما بعرفوا كمان التخطيط الاستراتيجي اللي هو مهم جدا. طيب إذا ما عندنا خطة استراتيجية حنضطر نعمل خطة تشغيلة لمدة سنة، يعني مستوى النظر بتاعنا واحد سنة. دكتور ممكن نكتبنا خطة استراتيجية على خطتنا عند خطة الإدارة العامة تحت العدوى كخطة استراتيجية مديرية. ممتاز، يعني معناها نحن كلنا مجمعين إنه نعمل لنا استراتيجية لمكافحة العدوى ككل، من ضوءها أنتم بارتياح ممكن تأخذوا تنفذوا الجزء اللي بليكم في الخطة التشغيلية. يعني أعطيك مثلا، الآن الكلابسيريت عندنا في المملكة كلها متوسط الأفريج 2.5، يعني لما نأخذ الكلابسي كيسز ونقسمها على بيشن دايز في المملكة كلها بيجي 2.5، ده المعدل. عندنا استراتيجية شغالين فيها لثلاثة سنة، دارين ننزل من 2.5 ل 0.9، يعني دارين ننزل 1.6 درجة، يعني ممكن معدل كله 0.6 لحد ما نصل 1.6 درجة على ثلاثة سنوات. دي استراتيجية عامة بتخصنا كالمملكة ككل. أنا في الريجون بشوف أنا الريت بتاعي كم. إذا لقيت الريت بتاعي أنا 0.9 معنى أورد أنا ما محتاج أعمل أي خطة تشغيلية، لأن أنا أورد 0.9 نازل تنزل من 2.5 ل 0.9 كويس، فأنا أورد تحت 0.9، فأنا بعد ده بكون شنو أحاول أحسن أطور أصل زيرو كلابسي. بيبقى موضوع التشغيل التخصص بي أنا ما عنده علاقة بالاستراتيجية. لا لقيت نفسي أنا خمسة، أنا كريجون خمسة من الموضوع ده، معناه أنا عامل إشكال للمملكة ككل، والاستراتيجية بتقول ننزل ل 0.9، معناه أنا والله كيف الخمسة دي أنزلها 0.9 في ثلاثة سنوات كويس. فهذا في كل سنة هيكون نزل درجتين كمان، مش 0.5، درجتين لحد ما أصل البوينت البوينت 9 كويس. فدي أهمية إن يكون في استراتيجية. إذا أنت عشان تخطط التشغيلي سؤالك الأول، هل عندكم استراتيجية يا ناس ولا ما عندكم؟ إذا ما عندكم استراتيجية خلينا نشوف لنا استراتيجية نبني على خطتنا التشغيلية. بقى جميل. اثنين، وزع الأولويات وقم بتبسيط المهام. الخطة التشغيلية يا جماعة في نوع من الخطة التشغيلية تلقاها معقدة جدا، يعني أنا ما أقدر أفهم ذاته الناس عايزة شنو، فتخلي الخطة التشغيلية يعني سهلة، عكس الفهم بتاع إنه الخطة التشغيلية دي والله كده تلقاها يعني فيها 17 عمود 46 مؤشر. يا حبيبي make it easy make it simple. السنة فيها 12 شهر فيها 4 في كل ربع دار تعمل شنو، بس ببساطة، والنتيجة بتاعتها شنو. المؤشرات ده حنجي نديها محاضرة خاصة بيها، ولأنه ده حاجة مهمة جدا مع الخطط. الخبرات في التخطيط، استفيد من الناس الموجودين وعندهم خبرة في التخطيط وعندهم كفاءة. ليه؟ لأنه يا جماعة زي ما بنقول في السودان، ما كل البطيخ بطيخ وما كل الصابون صابون، يعني الخطة من الشكل قد تكون جميلة، لكن هذه الخطة ليست لديها أي علاقة بمقدرات الناس في الإدارة المحددة. هذه الخطة يعني مكتوبة كوبي بيست، فالناس اللي عندهم خبرات في التخطيط بيوروك بالضبط الخطة اللي انت بترجحك وبتنفع معاك وتوصلك لقدام. نمرة خمسة ومهمة جدا، تواصل. التواصل هو المفتاح. اي عمل الناس ما بتلتقي فيه وما بتتكلم مع بعض ما بتناقشوا مع بعض ما بينجح. تجد الخطة موجودة مقسمة لأشخاص معينين، لكن كل شخص شغال في جزيرة معزولة. أسوأ من كذا، في الهيمنة يا جماعة، في موظفين ومدراء بيهيمنوا على جزء معين من الخطة، بيكفلوا كده بيدينوا، يعني كأنه حرام عليك إنك تعرف الحاصل شنو في الإنجاز ده. كويس، الهيمنة دي يا جماعة عندها سببين، إما هيمنة لأنك أنت عندك عيوب ما دار الآخرين يطلعوا عليها، وبالعكس أنا لو عندي عيوب وعندي تقصير مفروض أفتح الشغل أكتر عشان الآخرين يساعدوني في الإنجاز، كويس، عشان أنا في النهاية ننجز كلنا. او الهيمنه دي انك والله عندك مصالح خاصه بك، وده بيعتبر مشكله في الاخلاق، يعني انت بتجي العمل بتعمل العمل لله للمؤسسه، فعليه لازم يكون في كوميونيكيشن. اول ما تيجي بارير في الكوميونيكيشن تجد انه والله ما قادر تتواصل مع الزميل، تاكد تماما ان خطتكم ده الاثنين ما حتنفذوا فيها حاجه، اللي قافل واللي طالب يفتحوا له الخطه، فلازم من التواصل. ادرس الموارد والامكانيات المتاحه. ايوه، يعني كثير من الناس يقول لك والله يا اخي الخطه كلها تلقاها مبنيه على انتدابات، في 14 زيارة الواحد كاتب هو مرأة وكاتب الزيارات عشان دار يطلع، مش عشان دار ينفذ البرنامج. تلقى الخطة كلها تريننج تريننج تريننج، عشان التريننج فوقه فوائد، يعني
لا الزول بتاع التخطيط التشغيلي بيدرس الامكانيات دي كويس. اذا انا عندي والله مجال لانه اتبحبح مش اعمل التريننج في المملكه والله اعمله في دبي اعمله في لندن، لا ما عندي مجال اعمل تريننج ناجح في المنطقه اللي انا موجود فيها. اذا معناه دراسه الموارد والامكانيات تزيحها من من الناحيه الشخصيه، وفي الثانيه كمان تبعيده جدا من الطموحات وان تدرس مواردك وامكانياتك، لانك في النهايه لما تيجي تنفذ الخطه التشغيليه هي محتاجه وقود مالي محدد. درب درب درب، التدريب مهم جدا. يعني انا لو وضحت انشطه في الخطه التشغيليه وشعر بانه هذا النشاط ما ممكن ينفذ بصوره جيده، ادرب الناس عليه عشان ينفذوه بصوره جيده. ولا تنسى المهددات كالغياب والاجازات والتغييرات، دي كثير قاعدين ننساها يا جماعه. يعني هسه انا مثلا يعني اديكم انا على المستوى الشخصي، انا والله قاعد احب التخطيط وبخطط وبرتب واي حاجه، وعندي مساعده في الاداره هنا بتشتغل معي برامج محدده وكده. والله انا نسيت اني اجازتها بعدي، انا جاي من الاجازه مبسوط على اساس انه ننفذ معاه بعض الانشطه، فوجئت بانه اجازتها اليوم اللي بعده مباشره، فبقى المساعد غير موجود، فبقى انا حادي اكسترا ويرك زياده. كويس. كذلك الخطه التشغيليه كلها بتجي المصايب دي، مثلا يكون والله كاتبين اجتماع مع المدير العام يوم 5/4، يوم 5/4 يا جماعه 5/4 الاجتماع بيقوم ولا ما بيقوم؟ سؤال، 5/4 اجتماع مع المدير العام بيقوم ولا ما بيقوم؟ اوريك ببساطه، 5/4 ده هل جمعه وسبت ولا يوم ويرك؟ ده سؤال مهم جدا نضعه في الخطه التشغيليه. والله 5/4 انا ما عارف، اي واحد حيفتش الكاليندر، ممكن يكون جمعه السبت، اذا معناه 5/4 ما ينفع فما تكتب. طيب لا والله 5/4 يوم ويرك يوم عادي، جميل جدا 5/4 يوم عادي. النقطه الثانيه، المدير قاعد ولا مؤجس في يوم 5/4؟ انا نزله قبل ما نضع الخطه التشغيليه، نزله هل انت موجود ولا مؤجس؟ الشيء الثالث والاهم من ده، يا 5/4 انت صايم صح؟ شهر رمضان بقع في ابريل صح؟ فالخطه التشغيليه لازم تكون عارف رمضان بتين، عيد الفطر بتين، وانت شخصك ذاته واضع الخطه التشغيليه لو عندك دور. ما تنسى انك برضه حتكون مجاز كده، دي دائما بتفشل الخطط يا جماعه. انا بلاحظ دائما الخطط ما بيراعوا انه والله ده شهر رمضان، ما بيراعوا انه والله ده موسم حج، ما بيراعوا انه والله عندنا غيابات في السنه الفلانيه، تلقى اجازاتهم مع بعض، تلقاهم كلهم اثنين وخاتين لهم خطه وهم اللي ما موجودين. كويس. فدي نقاط مهمه جدا انك تعرف اللي حيفشل الخطه شنو. يا جماعه المخطط الناجح هو اللي بيعرف اين تفشل الخطه وليس اين تنجح. المخطط الناجح هو الذي يعرف اين تفشل الخطه وليس اين تنجح. كويس. الكلام ده يكون واضح جدا يعني. طيب كده نبدا قبل ما نجيب الشريحه اللي بعدها، ما هي الخطوه الاولى عشان نعيد خطه؟ مفتوح الفلور. بالمناطق ممكن احد المنطقه الشماليه يجاوبنا؟ المنطقه الشماليه فيها سبعه. ايوه اذا ناخذ بالمناطق عشان ايوه المنطقه الشماليه. ما هي اول خطوه هاي لاعداد الخطه؟ الشماليه، الجريات، الجوف. هو السؤال ليك لازم تجاوب يعني عشان نمشي نحن ما في حل. السؤال ده ليك للشماليه تجاوب، توريد الخطوه الاولى شنو؟ يا جماعه عندنا زي 8 9 10 خطوات عشان نخلص، لازم تجاوب طوارئ تريد الخطوه الاولى شنو اللي نعمل خطه. ايوه اسمك والمكان الجاي منه، اسمك ومنطقتك يا سفير، اسم السفير ولا والمحل اللي بيمثل لنا. السلام عليكم، صوت واضح؟ عليكم السلام والرحمه. انا دكتور صلاح من الحدود الشماليه. أنا أتوقع إنه أول خطوة مفروض أنا أعمل أشوف الأس. كذا هي جاوب سؤالنا الأول، أنت سوداني؟ دكتور صلاح. ألو. قطع الاتصال ولا صلاح برا الزوم؟ أيوة تفضل. الصوت عندي ما واضح. طيب يا دكتور صلاح. انت سوداني؟ ايوه سوداني. ايوه ايوه جدا خلاص انا عرفتك يعني. طيب تفضل اول أيوة. خطوه
اتوقع انه اول خطوه المفروض الواحد يعملها يشوف السيتويشن اناليسيس اللي هو فيها، نقاط القوة، نقاط الضعف، نقاط الاوبورتونيتي الموجوده ولا المهددات الحاجات زي دي، خطها على اساس انه يبني عليها الخطه اللي تحته. كلامك ده صحيح، لكن منو اللي بيشوف ده؟ منو اللي حيشوف السيتويشن اناليسيس ده؟ منو واضع الخطه نفسه؟ واحد واحد في منطقته يشوف اول خطوه شنو؟ نحدد التيم اللي حيضع الخطه. يا سلام عليك يا اخي، يا سلام عليك يا صلاح. الخطوه الاولى هي تحديد فريق التيم اللي حيقوم بالعمل. ايوه تحديد فريق. بعدها ايوه الخطوه الاولى دارين فريق لوضع الخطه التشغيليه عشان يعمل تحديد نقاط القوة والضعف، تحديد الفرص والمخاطر. فأنا جاي الآن، هل في إدارتكم في الحدود الشمالية، صلاح أنت لسه معانا، هل عندكم فريق محدد لوضع الخطة التشغيلية لمكافحة العدوى؟ ولا شخص؟ ولا بتعملوها كيف يعني؟ خطة بتتسوى كيف يعني؟ المدير بينادي زول يقول له اعمل لنا خطة، ولا بتجلسوا مع بعض بتعملوا خطة، ولا في فريق؟ لأنه أهم شيء الفريق ده. نحن أول حاجة يكون المدير هو مثلاً في جلسة بتاعت اجتماع نقترح إنه مفروض السنة نضع الخطة التشغيلية مثلاً، فبعد ذلك بيكون بيتوزع المهام لكل منسق برنامج يضع الخطة بتاعته. الفريق ده معليش أنا بقاطعك يا صلاح، لأنه دار كلمة الفريق ده، الفريق ده بيتكون كيف يعني؟ يعني المدير لما يجي بس طوالي كلكم يقول لكم اعملوا خطة وتعالوا الإدارة كلها، ولا بكون نفرين، ولا الخطة تضعف كم يوم؟ هل في الاجتماع ده ذاته تعتبر الخطة انتهت؟ نوزع مهام كده ونتوكل ولا لا. كيف يعني؟ توزيع المهام بيتم على حسب منسقي البرامج. مثلا انت منسق لبرنامج محدد عايز تضع فيه وعايزين نضع فيه خطة، انت هتكون من ضمن التيم اللي حيعمل الخطة في برنامجك فقط. وفي الاخر حنجلس كلنا مع بعض ونناقش الخطة، جميع الخطط مع بعض نضعها في خطة واحدة. طيب جميل، يعني فريقكم بيتكون من المنسقين. ايوه تمام. في منطقه ثانيه كويس الحدود الشماليه، شكرا لك يا صلاح. دارين نشوف ناس الجوف غريات محلات ثانيه بيعملوا كيف يا الله، بيكونوا فريقهم كيف؟ السلام عليكم. مرحبا، معك عواطف رويلي من ساحه الجوف. تمام يا عواطف، مرحلة من الرويل عرفناك من الجوف، مرحبا. أيوة هلا دكتور، إحنا بالإدارة عندنا مديرة مكافحة العدوى تطلع أيوة قبل إعداد الخطة التشغيلية تطلب من المنسقين إن كل واحد يضع أهدافه البرنامجة، وعلى هالأساس نبني عليها أهداف أو الخطة للإدارة. تمام كلام جميل. يعني عموما الآن فهمنا كيف توضع خطط الإدارات، إنه المنسقين بيضعوا أهداف، بعد ذلك بنجي نجمع الأهداف دي كلها مع بعض، بعد ذلك بنطلع خطتنا التشغيلية. رائع. أنا بس هنا في عيب، عدف إن إحنا نجي ننتقد روحنا يا جماعة كلنا، في عيب هنا واحد بس، الفريق تشكيله ما فيه مشكلة، هم ناس موجودين في الإدارة مكافحة العدوى عندهم رؤية بيجي بيكونوا الخطة التشغيلية لمكافحة، ما في مشكلة في تكوين الفريق. العيب حيصهر بعد شوية لما نجي لقدام، كويس؟ حوريكم العيب حيصهر وين وليه خططنا بتكون فيها إشكال بعد شوية. النقطة الموجودة إنه نحن نعمل إسوات اللي هو عملية جمع المعلومات، دي الخطوة الثانية، كويس؟ أنا حخلي دكتورة فايزة تناقش معاكم الخطوة الثانية، لأنك أنت لما تيجي تعمل خطة لازم تكون عندك معلومات. يعني هسه أنا ما بقدر أضع خطة للخطوط السعودية، أنا مثلا عبد الفتاح قال لي ليه يا أخي أنت زول بتاع تخطيط، تعال اضع لنا خطة تشغيلية للخطوط السعودية. أنا لازم أكون عندي معلومات، عندكم كم طيارة دايرين، الرحلات الداخلية والرحلات الخارجية، الطائرة عندها بيشيل كم مقعد، بيسافر كم وكذا وكذا. طيب نشوف الخطوة الثانية، تفضلي دكتورة فايزة. تحليل السؤال اللي هو عندك تبغى تروح للنقطة الثالثة، جمع المعلومات، التحليل نفسه
اعتقد ممكن في جلسه ثانيه ممكن نتناقش مع الزملاء فيها. تمام. عشان بس الوقت ما تمام يعني. جدا تمام. بالاختصار في عملية جمع المعلومات أنت لازم تدرس بيئتك الداخلية والخارجية وتسمع الآراء بتاعت الناس الموجودين في الإدارة وتصطحب كله معاك الخبرات. طيب دي خطوتين. الخطوة الثالثة شنو؟ خلاص عملنا الفريق وجاب معلومات وجاب الدوكيومنتيشن. الخطوة الثالثة أفتكر هنا بعدين نتكلم مع الجنوبية. الجنوبية عندنا دادان، نجران، بيشة، عسير. على فكرة بيشة في أحد حاضر بيشة؟ اي نعم. اي اوكي. اذا عندك اجابه حابه تشاركينا فيها. تحديد الاهداف، نحدد الاهداف اللي المفروض. يا سلام عليك، ممتاز ممتاز. انا هنا خلوني اتكلم في الاهداف دي. الخطوه الثالثه تحديد وتحليل وصياغه الاهداف. قبل شوية تتذكر قلت لكم طريقتنا كويسة وفريق منظم وبيعمل الخطة. عيبه الوحيد لما يجي يضع الأهداف هيضع أهداف قصيرة المدى. ليه؟ لأنه ما عنده الهدف طويل المدى. أعطيكم فكرة. مثلا أنا منسق الهاند هايجين، وضع الهاند هايجين عندي يقول 50%، هاند هايجين كومبلاينس ريت 50%. جيت السنة دي داير أحسن الهاند هايجين كومبلاينس ريت، حقول والله أحسنه 5 ولا أحسنه 10؟ صحيح؟ ده أنا تفكيري كده لمدة السنة أزيده 10 يبقى 60%. لكن لو كان في استراتيجية بتقول إنه داير الهاند هايجين في مدة 3 سنة 70%، حقول أنا عارف إنه والله العشرة دي حتوديني 60. إذا معناها معقولة بالنسبة لي كوضع لي هدف، بعرف أقيس هدفي ده. هل بقدر أعمل في السنة دي ولا ما بعمل؟ لأنه 70 معناه أنا ممكن في 3 سنة أصل 80. عليك؟ فدي نقطة مهمة جدا في الـ في الـ في الـ في الأهداف. كلكم عارفين سمارت، سبيسيفيك، ميجرابول، أتيفابول، رياليستيك، تايم باوند، ما أقدر أضيع الزمن فيها. وأهم من ده في الأهداف ذاته أنا بشوف أنا داير قوي يا تو الهدف بضعه لي يا تو نقطة. يعني هل أنا في محل قوي داير أحافظ عليه عشان أضع عليه هدف، ولا أنا في محل ضعيف داير أنا أعالجه يعني. البعض دي كلها معروفة. في اثنين بدو إكسكيوشن يقول لك سمارتر. أنا صراحة جبتها لك هنا لأنه علميا ده كلام فارغ بتاع الإكسكيوشن والريفيو، ما عنده أي علاقة بالأهداف. ها كويس. الهدف بينتهي لحد التايم باونس، فلما تلقى شريحة زي دي كاتب لك واحد تنفيذ ومراجع ضامن فضيضك منه، لأنه الهدف مهمة توضع الهدف وسياقته بس في سمارت، يكون محدد قابل للقياس قابل للتحقيق واقعي ومحدد بزمن. لكن اول من تلقى اكسكيوشن ده تنفيذ اخوي، ده نشاط. ومن تلقى مراجعه يا اخوي دي مونيتورنج اند ايفالويشن. لازم المخطط يكون عارف الحدود الفاصله يا جماعه، الحدود الفاصله. الهدف ده هدف بتخطى عنده زمن بتعرف بتجري كده، لكن التنفيذ ده يجي بعد التخطيط، وبعد التخطيط يجي التقييم. فالهدف لا يقدر يحتمل التنشيط والتقييم، فما تخنق الهدف اكثر من هو مخنوق بخمسه. فما في حاجه اسمها سمارتر. اسمع أنا جبتها هنا بس عشان نوريك القطع. أهداف التشغيلية واضحة جدا، 10% مقارنة بالعام السابق. الزول من خط نسبة معناه ما عنده الداتا يا جماعة. أنا لما نضع نسبة معناه ما عندي الداتا. مثلا إذا قال مستوى الرضا الوظيفي 50 وعايز أرفعه ل 70% أنا عندي داتا. لكن لما نقول 10% معناه داير أمشي أشوف أنا كم وأزيده 10%. لا برضه 20% عن العام السابق ما عندي داتا. الرد على 90% من شكاوي الجمهور خلال 3 أيام من تقديمها أنا ما عندي داتا. كم 90%؟ كم 100%؟ الأهداف الأساسية أنا بديك لها دي واضحة لواضعة، لكن أنا ما واضحة لي ولا أنت واضحة لك. لسبب بسيط جدا، لأنه الهدف الموجود ده رغم أنه هدف تشغيلي وهدف جيد، إلا أنه ما مسنود بمعلومات معروفة لي. فأنت دائما قدر ما يمكن حاول تضع هدفك بصورة بسيطة وواضحة. يا حبيبي الهاند هيجينكم مليز بتاعي 60 دار يزيده 65، أسأل من دار يزيد 60 5%. أنت علي؟ بعد قبل الخريطة الذهنية دي بيساعد في وضع الأهداف. في نقاط أنا عشان الليلة دار أملكك معلومات عندها قيمة تفهمها لي جدا، دي مفهومات تخطيطية أساسية كثير من الناس يخلطوا فيها. طيب لو ملاحظ على المثلث على اليمين في aims, goals, objectives. الaims دي معناها الغاية الكبيرة أو الغرض الكبير جدا للمؤسسة،
وده ما ينفع في الخطة التشغيلية. ما تقول my aim في الأكشن بلان كده. No. Your aim will be حاجة أكبر من الاستراتيجيات ذات. aim دي تضع كاستراتيجيات ولا حاجة ضخمة جدا. يعني مثلا نحن غرضنا في مكافحة العدوى إنه لا يكون هناك healthcare associated infection. ده الaim بتاعنا. حاجة كبيرة الaim بتاعنا إنه ما داري healthcare associated infection. ده ما ينفع في الخطة التشغيلية. ما يقول أنا خطة تشغيلية ما داري healthcare associated infection. ما ينفع. ممكن ينفع في استراتيجية عمرها 50 سنة. يعني نحن الآن لو قلنا الايم بتاعنا في الخطه التشغيليه انه نو هيلث كير شيت انفكشن، مفروض سنه 2023 ما يكون في ادارات لمكافحه العدوى في الدنيا. قالك فالايم كبير. يجي اقل منه شويه الجولز اللي هي دائما تجمع الاستراتيجيات. الاستراتيجيه عندها جول، عندها مرمى، عندها هدف كبير داير تحصله. نحن يا جماعه بيجينا الاوبجكتيفز. الاكشن بلان مبنيه على اوبجكتيفز، هدف. قالك عشان كل ما تقرا الاشياء دي، لان انا بلاحظ كثير يقول لك الاكشن بلان جول، الاكشن بلان ما يمكن يكون عندها جول، لانه جول كبير المدى. عندنا اوبجكتيف. في نقاط ثانيه بالجنب الشمال اللي بجاي بتلاحظ دي بسميها خريطه ذهنيه، اللي عشان تعرف انت تفكر كيف ده ايه ولا جول ولا اوبجكتيف. البرنامج والمشروع والنشاط والمهمه والواجب. البرنامج ده يا جماعه بيلم مشروعات. برنامج مكافحه العدوى معناه في عده مشروعات، مشروع الهاند هايجين، مشروع كيف. والمشروع تحته نشاط. نشاط قيام التدريب، نشاط التدريب. تحت النشاط في مهمة، الدورة التدريبية الأولى، الدورة التدريبية الثانية. تحت المهمة في واجب، واجب تقديم الدورة التدريبية، واجب الضيافة في الدورة التدريبية، دي واجبات. فبالإنجليزي بروجرام، تحت البروجكت، تحت الأكتيفيتي، تحت التاسك، تحت الديوتيز. عليك؟ عشان كده لازم أنت من البداية الخطة التشغيلية بتمشي معاك لحد المشروع. الخطة التشغيلية لحد المشروع. لكن لو عملت برامج كبيرة وحاجات كبيرة ده معناه خطة شنو؟ استراتيجية. ده اسمها الفكرة الذهنية، الخريطة الذهنية. كيف تقدر ترتب مثلاً الايم الكبير ده، أعمل له goals كيف، أنزل له objective كيف. ده الإبداع في التخطيط. المشروع ده أقسمه لكم نشاط، أقسمه لكم مهمة، أضيف له كم واجب. ده الإبداع في التخطيط لما أنت تضع الخطة التشغيلية. بعد شوف هدف عام كبير، تكون في أهداف فرعية له، وتحت كل مشروع يحقق هدف فرعي. ده تفكير في وضع الخطة. كيف تضع الخطة؟ لازم يكون عندك رؤية وتصور لوحدك، تشخبط لوحدك في الورقة قبل ما تمشي تنزلها في الفورم. بعده يا جماعة سموها المايند مابينج. ده ما وقتنا، ما موضوعنا، أمشي أقرأ عنه كثير جدا. ده من أهم التولز اللي بتساعد في التخطيط، وبيستخدموها الناس التخطيطيين كثيرين. فإذا أنا داير أعمل أي شيء، بخط الهدف في محل العناصر الغذائية الستة دي، وبطلع منه أكبر حاجات من الهدف شنو، كمشاريع، كأنشطة، وبقوم المشروع أقسمه لأنشطة، وأقوم الأنشطة أوصل للتاسك. بعد ما عندي الخريطة دي بقوم بكتبها وين؟ في الخطة. ما تكتب على الفريم طوال، مش في فور بتاع خطة، ما تعبي طوال. طوال خط ورق فاضي كتير، خط أهدافك وعمل أنشطة برا، بعدك بيتكون عندك الصورة بتاعت الخريطة الذهنية، وهي مرسومة كده زي المخ. يا جماعة المخ زي ده، المخ جوه بيفكر بنفس الطريقة دي. فإذا أنت خططت بنفس ما يخطط المخ، تخطيطك بيطلع ممتاز يا جماعة، وما حتنسى أي تفصيلة، وحتكتب كل الأنشطة كل الواجبات. أقرأ عن الخريطة الذهنية قبل إعدادك للخطة التشغيلية، وأقلبها على الإيم والجول والأهداف والأنشطة بعد. الوسائل دي يا جماعه تفتش الوسائل. بعد ما خبطت تفكيرك ده، شوف الوسائل كيف تنجح الخطه دي. القروش هتجيبها من وين؟ الخبرات منو؟ المنافسين؟ يعني انت اضع الهدف اول، واضع تصورك اول، بعدك شوف المشاكل. مشكله المخططين الضعيفين، وان شاء الله ما تكون منهم، والله دي ما بتتنفذ، دي دايره فلوس. لا يا حبيبي، اول حاجه انت داير شنو؟ بعدك نشوف هي عايزه فلوس ولا ما دايره فلوس، ولو دايره فلوس نجيبها منين؟ ده التخطيط. ما هو اذا كان في فلوس اصلا ما في داعي للتخطيط. إذا أنت أصلا عندك الفلوس وعندك الإمكانيات، الخطة داري ما شنو؟ ما الحياة تجي أوتوماتيك. أنت علي؟ فالخطة هي إنك تضع الدائرة وأنت أول، بعدك تشوف الإمكانيات، تشوف ما بتتنفذ ليه، وطبعا الأنشطة بتخليك تتنفذ. كثير من الناس يقول لك الله الخطة دي والله دايرة، لا ما عندنا كده، وما عندنا إمكانيات، لو ما حنقدر نعمل الكلام ده. ده ما مخطط، ده محبط، بنسميه إحنا محبط، كويس؟ وكثيرين تلقاهم في الإدارة قاعدين يقول لك لا دي ما بتتسوي، لا المدير قال كده، لا والله وزير الشؤون. يا حبيبي خد اهدافك اول، خد خريطتك الذهنيه، بعدك تعال حل الاشكالات دي جوا الخطه. اكتبها انت ذاتك. عدم قناعه القيادات بالمشروع، كويس؟ دي مشكلتي. الهدف اقناع 14 مدير بالمشروع. اقناع، هنعمل زوم ميتنج، هنعمل حضوري، هنعمل لهم كده كده كده، كويس؟
إقناع 50% من الـ14 عشان نحقق الهدف. وصل إنه مقتنع الهدف بيتحقق، بس ما تقول قالوا ما حي، قالوا ما حينفذوا الموضوع ده. لو هذه نقطة مهمة جدا تشوف الوسائل. ستة، المشروع ذاته تحدده يا جماعة، مؤشر النجاح، مزول النجاح، تكتب كثير، تكتب تفاصيل أكثر. كل ما كتبت تفاصيل وحددت يا مشروع بالضبط والأنشطة اللي فيه بالضبط، الخطة التشغيلية بتكون واضحة. قدر ما تفصل الخطة التشغيلية واضحة وتوثق متين حتبدأ متين حتنتهى، يكون عندك دوكيمنت نظيف وجميل ومعروف واضح. ده مهم جدا عندنا في توثيق المشاريع. والأخير تتابع مشروع عندي. أنا كتبت ده يوم السبت، تأتي السبت عندك نشاط كتبته السبت، السبت إجازة فراجعه يوم الأحد تنفذه، يتأخر من الأحد الاثنين تحاول تنجزه بسرعة عشان ما يخدش النشاط بتاع التلات أنسون. يتأخر النشاط ليه؟ هل هو تقاعس من موظف معين؟ إذا في تقاعس الموظف ده، إذا تقاعس الشهر الأول والشهر الثاني والشهر الثالث بالتوضيح وبالفهم، ده ما ينفع ينفذ الخطة. فتبعده من الخطة، تجيب الموظف اللي يقدر ينفذ لك الخطة بعد ما هو أكثر. بالمناسبة دي ما الخطوة الأخيرة، دي الثامنة والأخيرة لليوم. في خطوة مهمة جدا بعد كلامك ده كله، كيف نضع مؤشرات الأداء. أنا لحد هنا بكتفي. الحمد لله انتهت الساعة 2 تماما. ده الوقت المخصص لي عشان نتكلم عن الخطة التشغيلية. أنا معكم على طول الخط يا جماعة. رقم جوالي حتديكم له أستاذ الهنوف. أنا الإيميل بتاعي برضو حتوصله لكم أستاذ الهنوف. حجاوب لحد السنة دي كلها. واحدة من برنامجي إنه أنا أتابع العمل الإداري مع أخوتنا دكتورة فايزة ومع أستاذ الهنوف. أنا مستعد من الساعة 8 ل 2 أجاوب أي سؤال عبر التلفون عبر في الخطة التشغيلية. مستعد أراجع لكم جميع الخطة التشغيلية بترسلوها وأبدأ على ملاحظات. مستعد لو أي واحد حبس أي نوع من النشاط، ولو أجو في مكان ولو أعمل لكم أي شيء، أبشروا. ده واحدة من أهدافنا السنة دي، إنه كلنا نضع خطط توليق بإدارات مكافحة العدوى في المناطق والمحافظات. أنا شاكر لكم يا سفراء التميز، شاكر لكم لصبركم والمتابعة. شكرا جزيلا. في أحد عندها أي منطقة عندها أي سؤال؟ ما في أي أسئلة؟ أنا عندي سؤال. تفضلي. طيب، في أحد ممكن يقول إن خطة تشغيلية full time، أنا أقعد أكتب نماذج وأكتب خطة كاملة بوقت بساعة بشخص ويعني ببرامج كثيرة، وبعدين مجهد متابعتها إلى أن تنتهي، فما أعرف إيش رأيك أنت في الموضوع؟ أنا أشبه لك الموضوع ببساطة. واحد داير يمشي يشتري من بندة، وداير بعد ما يخشى بندة داير يمشي يشتري من الصيدلية دواء، بعد ما يخلص من الصيدلية عايز يودي الأولاد الحديقة. إذا الصيدلية في الجهة الجنوبية وبندة في الجهة الجنوبية، أما الحديقة في الجهة الشمالية، يبدأ بياتا حقيقة نفسه مضطر بحب التفكير، لازم يمشي الصيدلية أول ويمشي يشتري من بندة أول، ويجي بعد ذاك يمشي الحديقة اللي حياخد فيها ساعات لأنها اتجاه مختلف، عشان يشيل حاجة بندة يدخل البيت ويشيل الدواء يدخل البيت اللي هو البيت مثلا في الوسط، ويقوم يأخذ الأولاد من البيت يوديهم الحديقة. ده تخطيط. لو طلع كده قال لي الراجل حكوم الحديقة، مش الحديقة بس قاعدين الأولاد في الحديقة، تذكر إنه والله لا تمشي بندة، فحيقوم قال لو خليت الأولاد لوحدهم كويس هيحصل له نبكة. اكزاكتلي ده النموذج اللي بخطط والزول الغير مخطط. اللي بخطط هو اللي بيكسب الزمن، والما بخطط هو اللي ما بيكسب الزمن. عشان كده بقول لك استنفس اكثر وقت في التخطيط. صدقني لو انت خططت لمده 6 شهور بدات من يوم 1/1 انتهيت 30/6 تخطيط بس في يوم 31/12، انا اقسم في 6 شهور انك هتحقق اهدافك. خليت واحد بدأ من يوم 1/1 ده 10 سنة ما حيحقق حاجة. أسمع الكلام ده في غاية الأهمية. أنت إذا ما عندك خطة محددة كويس ما حتنجز. ليه؟ لأنه حتجيك العقبات المخططة في التخطيط، حتجيك التأخيرات المخططة في التخطيط، حيجيك المعلومات المستفدة منها في التخطيط، حيجيك أنه ما عندك أي هدف. أنت رومين أراوند تفتكر نفسك حققت نجاحات، لما يجي الناس الحقيقيين على الأهداف بيقولك أنت والله سلحفائي، أنت فاكر نفسك ناجح لكن في الحقيقة أنت سلحفائي. سلحفائي في الإنجاز اللي هو غير مخطط غير مدروس. صراحة يا جماعة أنا برا في العمل الإداري بالذات أي ناس بيعملوا بدون خطة أستطيع ببساطة أحكم عليهم بأنهم ما
معلش between brackets and beer. This is stupidity. يعني you cannot work without a plan. يعني استحيل لو نشتغل بدون هدف. بس إذا أنت في بيتك ما بتعمل أنت الصباح لما تقوم من البيت جاي من الصباح ماشي شغل أكيد هتستحمى صح؟ أكيد هتستوك أول صح؟ أكيد هتصلي أول ده تخطيط؟ لكن كده قلت على الصباح قلت والله يمشي شغل بس ما ضيع وقت في الخطوة الأولى والخطوة أجي أسوق بعد الشغل واستحمى بالليل أكيد أنت كده ما حتنجز حاجة حتنجز الشغل شكلك تعبان ومرهق وشكلك غير مرغوب فيه يعني بالمنطق كده إذا ما عندك هدف وخطة في حياتك في حياتك ده عنك في الإدارة أنسى أنسى طب ببساطة عشان كده الفرق بين الناس أصحاب العقول هو التخطيط ده يا جماعة أي زول عنده خطة تقعد معه عنده أهداف عنده فكرة أي زول ما عنده خطة في حياته ما عنده رؤية للحياة فأكيد ما حتقعد معه في شغل إداري ذاته سيمبل أعتقد دكتور يمكن في شيء نقطة في إرضاء للنفس إرضاء للنفس اللي أنا يكون عندي هدف واضح أنجزه وأصب آخر السنة يا سلام إنجاز واضح قدامي يا سلام وفعلا بعد الجهد وصلته غير اني اقعد امشي في الشغل كاني امشي في دوائر يا سلام واحبط لا جدا احباط هجيك احباط لانه شايف ما في شيء ما عندي شيء يعني واحد بيطلع الصباح الساعه 8 الدوام بيجي 8 بيرجع الساعه 2 كل يوم 8 2 ما في بروجريس نحو حاجه محدده انا داير احققها لروحي وللاداره مع 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 بعضنا الحمد لله انا واثق سفرات تميز هم فاهمين الكلام ده لكن هذه الرساله عشان ينقلوها للاخرين لانه بيكونوا معهم ناس اخرين غير مؤمنين بالاهداف غير مؤمنين بالخطط فهو لازم ينقل لهم هذه الرسائل انا حبست اني اسمع لي كلمه منهم اثنين ثلاثه اراهم كذا افكارهم هل في اي زول داري يشاركنا؟ غربيه ما سمعنا صوتكم جده مكه مدينه طايف قنقذه او شرقيه الحسا حفر الباطن حضرتهم رمحي تسمح لي دكتور عبد الفتاح مساء الخير شكرا دكتورة فايزة يعطيكم العافية جميعا مرحبا تفضل أنا دكتور عبد الفتاح عرض رائع جدا الله يعطيك العافية استفدنا الكثير الله يخليك يا حبيبي بس أنا ودي اليوم يوم انصرح الخطة التشغيلية لإدارة مكافحة العدوى هل المفترض أن تكون في آخر السنة السابقة ولا مثلا يكون في تايم محدد من خلال نستطيع ان يعني نطلع بخطة تشغيلية واضحة ورؤية واضحة للسنة القادمة في تداخل كبير جدا بين الخطط التشغيلية الفعلية للبرامج والخطة التشغيلية اعتقد البيج امبريلا اللي هي الخطة التشغيلية للإدارة صحيح ايوه كلام جميل كلامك طيب هل 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 هل, هل ممكن اننا يعني نخرج بال هل ممكن أن نستسقي مثلاً بعض الأهداف أو يعني مثلاً الأشياء الفرعية من البرامج هذه اللي موجودة في الإدارة بحيث أنها تكون من ضمن الخطة الكبيرة للإدارة؟ جداً نحن غرضنا في هذا العام أنه مع بعض نوحد بعض الأهداف المفروض نشتغل فيها كلنا مع بعض جميل؟ يعني مثلاً نحن مستهدفين في هذا العام الكلابسري فلا بد خطط المناطق والمحافظات يكون فيها شيء للكلابسرين فهمت علي؟ كل حسب وضعه تتماشى مع المؤشرات اللي عرضناها مع المؤشرات مع الرؤية وحنجي نتكلم في الحاجات العامة للإدارة دارينا تكون داخل خطتك في بعض الأشياء يا جماعة الخاصة بالمناطق والمحافظات يعني حاجة ذات خصوصية بالمنطقة والمحافظة حاجة بتخصها يعني ما شرط لتعمم نحن ما نقول أزيلة من الخطة يعني مثلا الشيء محدد في القصيم انت من القصيم انا صحيح اذا في شيء محدد في القصيم وتفصيلي لكن ما ينفع في بيشه ولا ينفع في مكه يقعد في خطه القصيم ما في مشكله لكن مثلا الكلابس ريت لابد يكون في القصيم وفي مكه وفي المدينه وفي كل المناطق لان ده الهدف العام اللي نحن شغالين عليه ونحن حنوائم بين الخطط دي لانه في نقطه ثانيه بنهتم بها نحن جدا الهيكل اللي بتنفذ الخطط التشغيليه دي نفسها يعني الخطه ممكن تكون كبيره جدا لكن الناس اللي بينفذوها بسيطين كويس فحنقعد نوائم وحنراجع العدد فخلال السنة دي حنبدأ بخطة نصلح بها وضعنا إن شاء الله متوقعين تماما في خطة 2023 اللي هو نحن الآن يا جماعة شغالين باستراتيجية نحن كإدارة عامة عندنا استراتيجية بتنتهي هذا العام بتنتهي 2022 استراتيجيتنا لـ 2023 أربع سنوات القادمة حتكون مختلفة من هنا حنبدأ كلنا نشتغل باستراتيجية واحدة ونفصل على خططنا التشغيلية. وقع عليه؟ يعني السنة دي بنوائم وبنظبط وضعنا لكن السنة 2023 حيكون شغلنا زي ما بيشتغل الكتاب How to plan باعتبار أنه لو جاء أي جهة في
في سنة 2023 لخططنا تزال الاستراتيجية هذه الاستراتيجية، كيف الخطة التشغيلية مأخوذة من الاستراتيجية بالطريقة دي، كيف المناطق شغالة والمحافظات شغالة. شكرا لسؤالك الرائع ده، سؤال عملي. طيب شكرا، شكرا دكتور عبد الفتاح، واضح الله يكرمك. أي مشاركة ثانية؟ طيب احنا مبدئيا شاركناكم نموذج لخطة تشغيلية لأحد برامجنا في الإدارة اللي هو برنامج التعقيم المركزي، فيه أهداف واضحة والأهداف الداخلية واضحة والإجراءات واضحة. أيضا شاركناكم نموذج لتعبئتان اللي هو استخدامه لعمل الخطة التشغيلية. ثالثا دكتور عبد الفتاح فتح لكم القنوات التواصل بخصوص إذا أنتم عندكم خطة تشغيلية حابين تراجعونها حابين تعرضونها أبدا في أي وقت. رابع نقطة راح أشارككم بما أن يعني إحنا تكلمنا الآن عنها الأوبجكتيفز حقتنا كإدارة مكافحة العدوى، راح أسويها دوكيمنت واضح فقط الأوبجكتيفز من غير تفصيلية من غير الإجراءات التفصيلية الداخلية، فقط الأوبجكتيفز للبرامج وراح أشارككم فيها عشان تطلعون عليها. في بعضها راح أحط لكم عليها هايلايت أو أحط لكم عليها يعني بحيث موضحة هذه الخطط أو الأوبجكتيفز اللي إحنا حاطينها نبغاكم أيضا تكون مشتركة بيننا وبينكم. هذه أيضا هذه الأربع نقاط اللي يعني راح نتكلم عليها بخصوص الخطة التشغيلية. آخر نقطة اللي هو الهيكل التنظيمي، الهيكل التنظيمي أنا جاني سؤال اليوم بخصوص الهيكل التنظيمي، هل الهيكل التنظيمي مطلوب اللي هو خاص بالمديرية؟ لا، اللي إحنا نبغاه الهيكل التنظيمي داخل إدارتكم، داخل إدارة مكافحة العدوى نفسها. شكرا للجميع، شكرا لكم جميعا، شكرا دكتور الفتاح، شكرا هنوف، وشكرا فيصل، الله يعطيكم ألف عافية، في أمان الله. الله يعطيكم العافية على هذا العرض الرائع. شكرا لكم، شكرا لكم.